كيقولوا في الاسمية كيقولوا في الوزير قال لا يا بنتي تصرحي ليه؟ ليه يا بونا احنا عايزين نصرح عشان حق ما يضيعش. قال لي حقه ايه؟ انا اتصلت دلوقتي بابونا بتياس، بابونا بتياس قال لي اصل دي هي حتة ورقة وحتة الورقة دي مش هتفيدنا بحاجة، احنا حقنا من القوات المسلحة هناخدها احنا بايدينا بطريقتنا زي ما خدناها قبل كده. طيب يا بونا وبعدين؟ قال لي وانت بعدين يا ماما دلوقتي لو طلبت تشريح اخوك هيودوه المشرحة تزينهم ويقعد يوم ولا اتنين وبعد كده تروحي تقولي وعايزه تقولي توديه تصلي عليه لوحده وشغلانه وحكايه. قلت له اه طب واحنا لو دلوقتي لو طلعنا مع بعض هنعمل ايه؟ هنقفل الجثث مع بعض ويتصلي عليهم مع بعض؟ قال لي اه احنا هنطالب كده في الكاتدرائيه. قلت له يعني ده كلامك يا مونا؟ قال لي اه. قلت له ويا ريت لما نروح الكاتدرائيه اوصف تغير الكلام بتاعي. قال لي انا مش هحاسبك عشان انا عارف ان انت اعصابك زيك. انا رايي كده الناس كده غلط، كده الناس بيموتوا حقنا، حقنا بيموت يوم ورا يوم ورا يوم بسبب اللي بيعملوه الكهنة. احنا عايزين حق الولاد دول، الولاد دول ماتوا بالجيش، الجيش هو اللي قتلهم. طلعت لهم تقارير ان اللي حصل ده كانت خناقه الناس مع بعضيها، بلطجيه يعني، يعني العيال اللي ميتين دول بلطجيه. معرفش موافق مش قصتي ولا موافق ولا لا، بس طالما هو بيقنعني بحاجه هو بيقنعني بحاجه يبقى ده دليل على ان هو موافق، صح ولا لا؟ يعني كده يعني معنى كده ان مين اللي نايم ده اللي واخد كام رصاصه بلطجي، والناس اللي ميته اللي جوه دي بلطجيه. ازاي بلطجيه؟ ازاي والجيش مموتهم قدام عيني؟ قدام عيني الدبابه كانت هتدوس عليا. ازاي؟ ازاي والقنابل المسيله اللي كانت بتترمي علينا؟ ازاي؟ ازاي حق مين هيضيع؟ ازاي هنفضل نسكت على حقوقنا لغايه امتى يعني؟ لغايه امتى؟ طب قوم طلع قرار يا جماعه. بيقول شبكة يقين لو عايزة توصلي كلمتين. أنا عايزة. أنا عارف شعورك معلش. تعالى أنا ماري أخت مينا دانيال. احنا ما بنقبلش عذر. مينا حلو، إنسان حلو قوي. مينا في مرة من المرات كان لسه في مرحلة ثانوي، يعني هحكي حاجات كده عنه. في مرحلة ثانوي وكان جايب طقمين في العيد، بنطلونين وقميصين يعني في العيد بس. فجي بعد كده راح قال لي يا ماما انا اديت طقم الكرولوس عشان ما جابش لبس للعيد. قلت له ماشي حبيبي، حلو، شعور حلو قوي. ده كان مينا يعني ده كان مينا لما لو شخط شويه ولا صوته عالي سنه كده على طول في لحظتها الاقيه جه خدني في حضنه وقال لي انا اسف يا ماما، حقك عليا ما تزعليش. مينا انسان حنين قوي، انسان حنين قوي قوي وقوي جدا، وما بيسكتش على حقه يعني حقه، وانسان مضحي قوي يعني. انا لسه هو كان واخد رصاصه في رجله في التحرير، لما كان في التحرير لسه حد حكى لنا ان هو الرصاصه دي ما كانش هو المفروض هياخدها، كانت زميلته في التحرير اسمها مروه راح زقها وجي وقف مكانها عشان يفديها وياخد هو الرصاصه مكانها. يعني مينا لو قعدت احكي عليه مش هخلص. عنده كم سنه مينا؟ مينا عنده 20 سنه وشهرين تقريبا. خلص دراسته؟ لا لسه، مينا في اكاديميه المقطم نظم ومعلومات. مش عارف. كل شعورنا معاكي ويعني ميرسي ميرسي. بس هو العسكر لازم يتحاكم يعني، لان يعني عشان ييجوا يعملوا فينا كده. هو كان حصل موقف ابو لوف البتير واحنا في المستشفى عشان حصل لبس في الموضوع يعني، فانا كنت في حاله انهيار وكانت في ضغوط عليا من كل ناحيه، ضغوط، فالصحفيين اتناولوه غلط يعني بشكل غلط. انا عارفه قصد ابو لوف البتير، قصده ان احنا الجثث، لان المستشفى للاسف مستشفى ما فيهاش تجهيزات والجثث فعلا كانت بدات تتحلل، فكان قصده ان احنا يعني نشاهل بالموضوع دلوقتي وبعد كده هنعمل كل الاجراءات اللي احنا عايزينها. ده كان قصد ابو لوف البتير. بس انا عشان الضغوط اللي كانت عليا ضغوط من جهات كتيره قوي، فاكاد ان انا اكون غلطت بالكلام، لكن انا ما كانش قصدي خالص ان انا اقولها. لا ده ابونا في البتير جزمته على راسي من فوق،
هم تناولوا الموضوع اعلاميا غلط. تناولوا الموضوع اعلاميا غلط. فانا حابه ان انا اوضح النقطه دي قوي قوي قوي. لكن ابونا في البتير يهمه قوي قوي مصلحه الشباب دي، ويهمه قوي مصلحه الناس دي، لان دول اولا واخيرا ولاده ويهمه قوي. احنا هنذيع الخبر دوت دلوقتي بعد ساعه من الان ان شاء الله. كلامك عشان كلامك فعلا اتفهم بطريقه يعني انا بقول لحضرتك ان انا كنت في ضغوط من كذا جهه، يعني من جهات كتيره، ما بين ان مينا ممكن حقه هيضيع ويتقال عليه بعد كده بلطجي، وما بين ان مش عايزين، طب مش عايزين تشريح عشان يعني من جهات كتيره، فدي كانت كل القصه. بس شكرا، العافيه.